بهدف ضمان خدمات صحية نوعية، تم تدعيم المنظومة الصحية بولاية شلف بهياكل صحية جديدة من شأنها تخفيف الضغط على الولايات المجاورة. الوسائل اللي وفروهم لنا لهنايا ينقصوا الضغط، ندير له دياغنوستيك تاعي، التشخيص تاعي نجم نديره قبل ما نبعث المريض. يعني لهنا نجم نديسيدي المريض هذا شا عنده شا ما عندوش. كنا مقبل يعني سور سيسبيسيون، قبل ما نتاكدوا من الحاله المرضيه تاع الاخر نبعثوه للسبيطار باه يكملوا الفحوصات وكايكني. دروك الحمد لله وفروا لنا بعض الوسائل لهنا وكايكني، نجم ندير التشخيص تاعي لهنايا، ولا استزمت الحاله نجم ننقلها، موفرين لنا ثاني كينيا الاخر سيارات اسعاف وكايكني باه ننقلوه للمؤسسات الاستشفائيه القريبه. مرافق صحيه دخلت حيز الخدمه، واخرى ينتظر تسليمها مع نهايه السنه. وفيه هيكلين أو ثلاث يمكن أنها تدخل في الخدمة، وسيتم ترتيب ما بقي من تحفظات إلى آخر الشهر وسوف تدشن. فيما يخص مركز السرطان الذي تلاحظونه، ما زال في طور البناء، بقيت بعض التحفظات عيناها، ثم المسائل المتعلقة بالتجهيزات الطبية أيضا سيتم التكفل بها عن قريب بعد تقييم العملية. توفير مرافق صحية بمواصفات عالمية وتحسين خدماتها والتكفل الأحسن بالمواطن هي أهم المحاور التي تنتهجها الدولة لضمان حياة كريمة للمواطن.